مساء الخير. تشكرات عباس أفندم، جملة للمخطوف التركي عبد الباسط أصلان تختصر امتنان أنقرة للواء عباس إبراهيم محرر الأتراك والواعد بانعكاس عملية التحرير على ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا. وفي اللحظة التي أعلن فيها الإفراج عن أصلان، كان الجيش يقبض على ماهر المقداد في عملية دقيقة وخاطفة لم يطلق فيها النار. وبلا أي مخطوف على الأراضي اللبنانية تنزل قطعة سما على اللبنانيين غدا، ويستقبل لبنان الرسمي والشعبي البابا بنديكتوس السادس عشر، فتقطع الطرقات وتتجمد عروق الخلافات ثلاثة أيام غير قابلة للتجديد. إذن الأمن العام يحرر المخطوف التركي عبد الباسط أصلان، واللواء عباس إبراهيم ينفي أن تكون العملية بطلب تركي مقابل إخلاء سبيل اللبنانيين العشرة. تشكر دارو. تركي آخر إلى الحرية من بوابة مديرية الأمن العام ودمغة مديرها اللواء عباس إبراهيم ليقفل عبد الباسط أصلان ملف المخطوفين الأتراك على الأراضي اللبنانية، والذي كان قد اختطف في السادس عشر من آب الماضي في الشويفات على يد مجموعة أطلقت على نفسها بداية اسم المختار الثقفي ومن ثم مجموعة زوار الإمام علي الرضا. أصلان تسلمه السفير التركي في مقر المديرية، أما تفاصيل العملية فوضعها إبراهيم في الإطار الأمني رافضا الإفصاح عن التفاصيل، ولكنه نفى أن تكون بطلب تركي مقابل إخلاء سبيل اللبنانيين العشرة في أعزاز. هل صار في يعني مداهمة أو تسارع؟ موضوع إحضار التركي، وسيلة إحضار التركي تبقى عمل أمني، هذه العملية ستبقى في إطار السرية. هل سيتم محاسبة اللي كانوا مخطوفين أو هل أمر يعني تسوية مثل شو؟ ليس هناك من تسوية، كل شيء بوقته منيح. لينتقل بعدها إبراهيم برفقة السفير التركي وأصلان للقاء بعض عائلات المخطوفين اللبنانيين في سوريا، وأكد أمامهم إبراهيم أن منسوب التفاؤل مرتفع جدا، ولكنه رفض الخوض في توقيت محدد. البعض الآن يربط هذا الأمر وإطلاق سراح المخطوف بعملية يعني برفع الغطاء السياسي، والبعض يشكك أن مديرية الأمن العام ما كانت لتجرؤ لإطلاق سراح المخطوف لو ما كان هناك تسوية أو رفع غطاء سياسي، يعني من قبل يعني رفع الغطاء السياسي عن الخاطفين أو جهة الخاطف. فماذا تقول؟ كلمة لا تجرؤ ما بحبها بالأمن العام أنا. ما في خطوط حمر أمام الأمن العام طالما نحن ننفذ القانون، القانون فوق الجميع، أمام القانون ليس هناك من خطوط حمر. هيدي الخطوة رح تسرع عملية الإفراج عن عدد من المخطوفين. برجع بكرر، هيدي الخطوة لن تعجل ولن تؤجل. السلطات التركية تبذل قصارى جهدها منذ البداية. عملية إطلاق الأتراك مش راح تكون دافع أو حافز إضافي للسلطات التركية. من جهته السفير التركي أشار إلى أن الجهود التركية مستمرة لإطلاق سراح اللبنانيين. As I repeated beforehand, we are deploying all the effort. أصلاً نفى أن يكون تعرض لأي تعذيب وأشار إلى أنه تلقى معاملة جيدة. معاملة ما يعلاها معاملة، ولا كلم لا وجهوا لي كلمة مش كويسة، ولا قالوا لي شيء، ولا أكل يجيبوا لي، شرب يجيبوا لي، دخان يجيبوا لي. الجماعة أنا بشكرهم. هلا أنت تسلموك فاتت قوة دهموك ولا سلموك قالوا لك إنه رح نسلمك؟ كيف بلغت إنه أنت رح يطلق سراح؟ كيف قالوا لك؟ كيف بلغوك؟ هن جابوني لا اللي بلغوك الخاطفين قالوا لك إنه هلا رح يطلق سراح؟ لا لا. كيف صار؟ خبرنا الستوري القصة. ما بعرف كيف صارت. وكان بين المحرر التركي وعائلات المخطوفين اللبنانيين حوار وجداني تمنوا عليه أن ينقل إلى سلطات بلاده تمنيهم بمساعدة لإطلاق سراح أبنائهم، ويغادر أصلان الليلة أو غدا على أبعد تقدير. استخبارات الجيش اللبناني أوقفت أمين سر رابطة آل المقداد ماهر المقداد أثناء زيارته أحد المنازل في منطقة حار تحريك، حيث قامت مجموعة من العناصر بدهم المنزل واعتقلته من دون أي مقاومة. وفور شيوع الخبر تداعت العائلة للاجتماع في منطقة رويس لتدارس الوضع، ورفض المجتمعون الإدلاء بأي تصريح. هذا فيما أكدت مصادر عسكرية أن اعتقال ماهر المقداد يأتي في إطار تنفيذ الاستنابات القضائية الصادرة بحق المتورطين في عملية الخطف التي وقعت في الفترة الماضية. قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت أنه تنفيذا للاستنابات القضائية المتعلقة بتوقيف عدد من المطلوبين للعدالة في جرائم الخطف وحمل السلاح وقطع الطرق خلال الآونة الأخيرة، وبتوجيهات من قائد الجيش العماد جان قهوجي، تمكنت قوة تابعة لمديرية الاستخبارات مساء اليوم في منطقة الضاحية الجنوبية من توقيف المدعو ماهر المقداد إثر عملية دقيقة وخاطفة
لم يتخللها أي إطلاق للنار. وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات عمليات الخطف والإخلال بالأمن. وفي البقاع أفاد مراسلنا شوق سعيد أن الجيش اللبناني بدأ منذ السادسة مساء عمليات دهم وإقامة حواجز ثابتة على مدخل حي الشراوني في بعلبك بحثا عن المواطن فؤاد داوود من مدينة زحلي الذي اختطف على يد مجهولين، وقد وجدت سيارته في منطقة عليق غربي بعلبك. وقام عناصر الجيش بدهم منزل أحد الأشخاص من آل المصري وهو يقطن في حي الشراوني للاشتباه في علاقته بعملية الخطف، لكنه لم يكن موجودا في المنزل فقاموا بمصادرة سيارته. وما زالت عمليات الدهم والملاحقة جارية بحثا عنه وعن متورطين آخرين. إدانات بالجملة للفيلم المسيء إلى النبي بدأت من بكركي مرورا برؤساء الثلاثة. وزير الدفاع الفرنسي يجول على المسؤولين، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميل باسل العريضي. عقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مؤتمرا صحفيا خصصه لشرح تفاصيل زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر، مؤكدا أنها دعوة للسلام في هذا الشرق الذي تسود فيه حاليا لغة الحرب لا سيما في الأرض المقدسة، كما أنها دعوة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشار إلى أن كل الأطراف تعرب عن رغبتها بوضع قانون جديد للانتخابات غير قانون الستين. أعربت عن استنكارنا وتنديدنا للحدث، واعتبرته إساءة ليس فقط للإسلام ونبيه لكن إساءة لجميع الأديان. إذا نحن معنيون كمسيحيين بهذه الإساءة، ولذلك طبعا سنعمل مع كل ذوي إرادة طيبة لسحب هذا الفيلم من التداول، ونطالب بشدة، ولكن نطالب أيضا بأن تكون الوسائل الاحتجاجية أفضل من التي خرجت بردات الفعل وذهب ضحاياها ربما أشخاص لا علاقة لهم بالأمر، لكن هذا الموضوع ينبغي أن يعالج على مستوى الأسرة الدولية في عرفه. دعا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في استقبال البابا، وخلال جولة له في أرجاء قصر بعبدة وتحديدا القاعات التي ستشهد على لقاءات الحبر الأعظم، لفت إلى أن الرسالة التي سيطلقها رأس الكنيسة هي رسالة حوار لمسيحي الشرق تنطلق من لبنان في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية. كما شجب الفيلم المسيء إلى الطائفة الإسلامية مستنكرا في الوقت عينه ردود الفعل التي حصلت والتي لا تقل إساءة عن الفعل المشين في ذاته. حوادث المتفرقة واللي إن شاء الله راحت إلى غير الرجعة، وضع لبنان كتير عظيم، حالة الطوائف بلبنان والشراكة ممتازة، بدها تنظيم الإداء فقط، لكن اللي عم نمارسه هون ورسالة البابا اللي جاي بتناقض تماما اللي صار بالفيلم اللي انعرض عن الرسول نبي محمد، الفيلم السيء اللي بدل عن تأخر بالحضارة، لأنه هذا بمس بالحريات العامة، بمس بحقوق الإنسان، بمس بكل مبادئ الديمقراطية والقيم اللي بيعتقدها الغرب وخاصة الأمريكيين. اللبنانيين كلهم سوا بدهم يواكبوا زيارة البابا وعم برحبوا فيها، وكل لبناني هو بمثابة خفير لحتى ما يصير أي خلل أمني، بالإضافة إلى عمل وجهد القوى الأمنية. استنكر رئيس الحكومة نجيب ميقات الإساءة إلى صورة الرسول، وقال إن ردود الفعل الشاجبة التي انطلقت من مختلف المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية هي الدليل على الإجماع في رفض كل إساءة تطاول الرموز المقدسة عند المسيحيين والمسلمين على حد سواء، معتبرا ردات الفعل التي اتخذت طابعا دمويا بأنها ليست الطريق للدفاع عن قيم الإسلام. ميقات استقبل وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن وعرض معهم مواضيع مطلبية، كما بحث مع وزير البيئة ناظم الخوري في مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وتداول مع النائب قاسم هاشم قانون الانتخاب. أما الوزير السابق عبد الرحيم مراد فقد شكر لرئيس الحكومة دعمه ووزير الزراعة قرار مجلس الوزراء بإعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري. جال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان يرافقه وفد عسكري ومدني فرنسي رفيع إلى عين التين والسرايا الحكومية
حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي الذي أشاد بالدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في مجال مشاركتها الفاعلة في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. كما أشاد ميقاتي بتأييد فرنسا لمواقف لبنان في المحافل الدولية وتفهمها لسياسة النائب النفس التي يعتمده لبنان حيال الأحداث في سوريا. وأنهى الوزير الفرنسي جولته في قصر الصنوبر. قام عدد من الشبان في قطاع الطلاب في التنظيم الشعبي الناصري باعتصام في ساحة الشهداء في مدينة صيدا، وذلك احتجاجا على دعوة تيار المستقبل إلى اعتصام في ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وتحية لثوار سوريا. وقد قام المحتجون برفع لافتات ضد تيار المستقبل واتهموهم بسرقة تاريخ شهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. وقد انتشرت القوى الأمنية في المكان، وقرابة الساعة 6 مساء انتهى اعتصام شباب التنظيم الشعبي الناصري ليبدأ اعتصام تيار المستقبل في المكان نفسه. موجة الاحتجاجات على الفيلم المسيء إلى الإسلام تتواصل في العالمين العربي والإسلامي. الإبراهيمي يعترف من دمشق بتفاقم الأزمة السورية، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. هكذا جاء رد فعل مسلمي العالم على الفيلم الأمريكي براءة المسلمين المسيء إلى الإسلام والرسول. فبعدما أشعل هذا الفيلم مبنيي سفارتي الولايات المتحدة في مصر وليبيا وأدى إلى مقتل السفير الأمريكي في بنغازي، تجددت الاحتجاجات الشعبية في شوارع القاهرة لا سيما في محيط مبنى السفارة الأمريكية، والنتيجة نيران وتراشق بالحجارة بين المتظاهرين والشرطة المصرية، ما أدى إلى إصابة 15 متظاهرا واعتقال عدد منهم. الرئيس المصري محمد مرسي من بروكسل أكد رفضه أي هجمات تستهدف الناس أو السفارات. موجة الغضب والاستنكار لم تستثني اليمن، فشهدت العاصمة صنعاء حيث اقتحم عدد من المتظاهرين مقر السفارة وأنزلوا العلم الأمريكي وأحرقوه ورفعوا علما أبيض كتب عليه لا إله إلا الله، في وقت قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم، ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى. دخلنا علقنا علم رسول الله فوق السفارة الأمريكية، ولو كرروها مرة ثانية لندخلها مرة ثانية إلى أن لا يبقى سفير على الوطن العربي نهائيا. وفي غزة تكرر المشهد، فلسطينيون غاضبون تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة وأحرقوا العلم الأمريكي، وصورا للقص الأمريكي تيريد جونز الذي أثار ضجة لحرقه نسخا من المصحف الشريف في نيسان أبريل الماضي. وشهدت العراق وتونس والمغرب والسودان والأردن وإيران وباكستان احتجاجات مماثلة. يذكر أن فيلم براءة المسلمين أخرجه وأنتجه في الولايات المتحدة سام باسيل، وهو مخرج هاون إسرائيلي أمريكي من جنوبي كاليفورنيا. في سوريا توج المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي سلسلة لقاءاته في العاصمة دمشق التي وصلها الخميس في أول مهمة له إلى سوريا بلقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، على أن يلتقي في غضون اليومين المقبلين الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن دبلوماسي عربي أنه سيلتقيه الجمعة، فيما يتكتم المسؤولون السوريون حول موعد اللقاء. الإبراهيمي وفور وصوله رأى أن الأزمة في سوريا تتفاقم، مشددا على ضرورة وقف النزيف، وأضاف في تصريحات أدلى بها في المطار: أعتقد أن لا أحد يختلف على ضرورة وقف النزيف وإعادة الوئام إلى أبناء الوطن الواحد. وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذي استقبل الإبراهيمي ورفقه إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق: نحن واثقون بأن الإبراهيمي يتفهم التطورات وطريقة حل المشكلات على الرغم من التعقيدات. سياسيا، رأى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد زائل لا محالة. أن نظام الأسد زائل لا محالة ومن المستحيل أن يبقى بعدما ارتكب عددا من الجرائم، وبريطانيا تؤيد تأليف حكومة انتقالية تعيد السلام والاستقرار إلى سوريا.
الملك الأردني عبد الله الثاني ولدى لقائه وزير الدفاع الفرنسي جان-يف لودريان دعا إلى حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا ويجنب شعبها المعاناة على ما أفاد مصدر رسمي. ميدانياً، لا تزال مدينة حلب تشهد معارك عنيفة منذ نحو 8 أسابيع، ويبدي المعارضون المسلحون مقاومة شديدة بوجه القوات النظامية، خصوصاً بعد أن وحدوا قواتهم العسكرية، وأوقعت أعمال العنف في سوريا الخميس 57 قتيلاً بينهم 36 مدنياً حسب مصادر المعارضة، وقامت المروحيات العسكرية بتمشيط عدد من أحياء حلب بالرشاشات الثقيلة وهي على ارتفاع عال، ما يمنع مقاتلي الجيش السوري الحر من التصدي لها بأسلحتهم المحدودة التأثير بحسب فرانس بريس. نقل المعتقل الفلسطيني حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ 85 يوما إلى مستشفى أساف هروفي إثر تردي وضعه الصحي، وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية استدعت محامي نادي الأسير الفلسطيني إلى المستشفى، حيث أعلنت الناطقة الإعلامية باسم النادي أماني سراحنة أن الوضع الصحي للصفدي يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأوضحت أن استدعاء المحامي من قبل الطاقم الطبي الإسرائيلي جاء بعدما رفض الأسير تناول السوائل والفيتامينات، ويخضع الصفدي للاعتقال الإداري منذ أكثر من 6 أشهر. النواب يشكون من رواتبهم ولا يقبلون بالزيادة عليها تضامنا مع المواطنين. قد يحتاج نواب الأمة إلى تأسيس نقابة عمالية تنضم بدورها إلى هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بحقوقهم وبزيادة على رواتبهم التي لا تكفي كثيرا منهم. الأمر ظهر على خلفية الحديث عن اقتراح زيادة على رواتب النواب والوزراء والرؤساء من ضمن سلسلة الرتب والرواتب التي سرعان ما لقيت انتقادا من الناس، قبل أن يسارع رؤساء بعض الكتل إلى الإعلان عن تخليهم عن هذه الزيادة بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة للمواطنين. لا تشكيل ببكيلك، يكاد يلامس واقع بعض النواب حافة هذا المثل الشعبي. أول شيء النائب مفروض يكون بيته مفتوح، وبالتالي بيت مفتوح يعني مصاريف كبيرة، وأكترية النواب اللي عم نحكي عن النواب المناطق، وبالتالي بيتهم ببيروت مفتوح وبيتهم بضيعتهم مفتوح، معناتها عندهم مكتب ببيروت ومكتب بضيعتهم، معناتها عندهم مصاريف ببيروت ومصاريف بضيعتهم. هذا عديك عن التنقلات، عديك عن البنزين، عديك عن المرافقين، طبعا بعدنا ما بلشنا. هذا بحد ذاته اذا بتحسبه بيظل الغلاء الموجود. الاحزاب ما بتامن جزء من هذا المصروف لنوابها؟ هلا طبعا بعض الاحزاب مثل حزبنا نحن بتامن، نفس الوقت كمان يعني في التزامات معينه، يعني هيدي مثل ما بقولوا سارقه مستوره يعني مثل ما بقولوا عندكم. لا لا الحمد لله كتر خير الله، برجع بقول لك ما بدنا مثل ما بقولوا نقعد نبكي وننعي، لا هذا البلاي مبالغ فيه. بس ولكن بنفس الوقت النائب لا يعيش حالة ترف. كتلة الوفاء للمقاومة طالبت الحكومة بعدم زيادة رواتب المسؤولين، وكذلك فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى أثر ذلك حكي عن خلافات داخل كتلة التنمية والتحرير. لكن النائب غازي زعيتر ينفي ذلك، مع أنه لا يخفي حسرته على عدم إقرار زيادة على رواتب النواب نظرا إلى ما يعانيه النائب على الصعيد المعيشي. في إجماع، مش في والله ملاحظات أو في في نواب بحاجة أنا أكثر، لأنه خاصة اللي بيكون عم بكفيك المعاش لآخر الشهر. خلينا نسألك هيك بالعربي المشبرح إذا بدك، بكفي المعاش لآخر الشهر؟ أبدا 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 أبدا. ما أنا قلت لك بدك تفرق بين شغلتين، لو المعاش أو المخصصات هيدي للنائب بس لعائلته لبيته المدارس وضيافة واستقبال، أنا بقول لك ربما تكون يعني معقولة، بس ليقوم بواجباته الكاملة مع ناسه ومع أهله بهالمنطقة والمحتاجين واللي بده يقف حدهم، وما يعني بده 3 أضعاف هذا يعني المخصصة. يعني في نواب، في نواب مديونين مثلا ممكن نعصر؟ أنا واحد منهم. أوف، أنا بقدر بكل فخر بقول إيه نائب مديون أنا. إيه كتلة المستقبل النيابية لم تناقش المسألة بعد، ولا يعرف نوابها الذين اتصلنا بهم ما إذا كانوا سيقبلون زيادة أم لا. ينتظرون ربما إشارة من الرئيس سعد الحريري الذي يحتاج حقا إلى تلك الزيادة بسبب أزمته المالية، إشارة إلى أن راتب النائب في لبنان يبلغ 10,973,000 ليرة، ويشكو النواب أنهم لا ينالون سوى 1,000,000 ليرة سنويا عن كل ابن أو بنت في المدارس حتى الثانوي، ولا ينالون قرشا واحدا على أبنائهم في التعليم الجامعي. لكن هنا لابد من ملاحظة قاسية،
لماذا لا يضع النواب أبنائهم في المدارس والجامعات الرسمية؟ أم إنهم لا يثقون بها؟ رامي الأمين، قناة الجديد. لجنة بكركي في حالة موت سريري، والعودة إلى قانون الستين لم تعد مستبعدة. من أمر متوقع إلى أمر واقع فعلاً، تحولت مسألة انفراط عقد لجنة بكركي التي ألفت لتوحيد الموقف المسيحي من قانون الانتخابات. انفراط العقد سبقه وأعقبه تبادل اتهامات بين مكونات اللجنة. وزير الداخلية السابق زياد بارود، وهو أحد أعضاء اللجنة، يلفت إلى أنها ليست مؤسسة دستورية، وهي لا تحل محل مجلس النواب أو مجلس الوزراء. لذا فإن فشل اللجنة في الخروج باتفاق حول قانون انتخابي جديد لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك قانون جديد، لكن هذا الفشل لا شك يعكس حالاً من عدم الاتفاق بين الأطراف المسيحية قد ينتقل من لجنة بكركي إلى اللجان النيابية. ويبدو أن الأطراف المتحاورة كلها تجمع على أن عمل اللجنة انتهى، مع أن طلباً من البطريرك الراعي قد يوقظها من موتها السريري بعض الوقت. وتوصل إلى مطرح بنقاشات سياسية مش وانتخابية، يعني بمعنى اصطفاف مش مع القانون أو ضده، مع ما ينتج القانون من نتائج على مستوى الأكثريات والأقليات، هذا ساعتها بيغير كل المناخ يبدو، وبيتحول النقاش لشيء آخر أو إلى لا نقاش. المشكلة كانت على مستوى تفضيل مشروع على آخر وعدم وضوح المسألة بين الكل بشكل يعني يسمح بأنه ما يكون في الالتباس اللي حصل وشفناه بالأعلام. وفي حين يؤكد بارود أن اللجنة توصلت إلى مشروعين، واحد يقوم على النظام النسبي مع 15 دائرة، وآخر على أساس الأكثرية مع اعتماد دوائر مصغرة بمقعدين أو ثلاثة، فإن النائب عن تكتل التغيير والإصلاح ألاعون يؤكد أن الثاني هو مشروع أضيف إلى مشروعين آخرين. في تضييع وقت كثير ومواطلة. هلأ رجعنا لخلاصة الموضوع، نحن ما قلنا أنه فشلتنا بالاجتماع مع خطبة البطريرك، قلنا أنه نعتبر أنه شغلنا وصل إلى هذا الحد، وصلنا لهالنتيجة من القانون اللي قال أرثوذكسي، من قانون نسبي ب 15 دائرة، دوائر مصغرة ما خلصني أصلا، وهلأ هني طرحوا مشروع جديد ما حدا بعد اطلع عليه من 61 دائرة، ما بعرف شو كيف شكله. يعني الحملة اللي أطلقوها أعضاء زملائي باللجنة علينا وعلي شخصيا وعلى التيار ككل من وراء قرار الحكومة مشروعها وما يخص لهم الانتخابات، كان شبيه بأنه إطلاق رصاصة الرحمة على اللجنة. اللي رايحين عليه نقاش في مجلس النواب نعم، ولكن رايحين عليه كمان عقارب ساعة ماشية على بسرعة وماشية لصالح القائم، وما هو قائم هو قانون الستين. قانون الستين أصلا هو سير المفعول، بس أنا بعتقد أنه البقاء على قانون الستين كما هو قد يسبب أزمة سياسية بالبلد أعتقد. وفي حين تبدو القوات غير متحمسة للقانون الأرثوذكسي، فإن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أرسل إشارة واضحة بأنه ماشي مع التيار في تفضيله لمشروع اللقاء الأرثوذكسي، حيث استقبل في دارته في بكفية عراب المشروع إلي الفرزلي. عندما نتحدث عن قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يتحمل في طياته مشروع أن تقوم كل طائفة بانتخاب نوابها على مستوى لبنان، حيث الانتشار النيابي كما هو الآن وتطبق النسبية ضمن كل طائفة، نتحدث عن انتقال هذا الكم النيابي عند هذه الطائفة أو تلك إلى حلفاء هذا الفريق أو ذاك في نفس الكيان وفي نفس الاصطفاف. الجميع إذن موافق على ضرورة عدم الرجوع إلى قانون الستين، لكن الخلاف الذي أدى إلى موت لجنة بكركي يجعل إعادة إحياء عظام قانون الستين وهي رميم أمراً محتملاً. فصائل المقاومة الفلسطينية تستغل الهدوء الهش وتستعد بالمناورات لأي عدوان على غزة. رسالة من القطاع لمراسلنا محمد المدهون. جنود الصهاينة لا شيء يحيل فصائل المقاومة إلى الهدوء والدعم. كل الأسباب التي تدعو إلى عمل التشكيلات المسلحة ما تزال موجودة. غزة تحت الحصار والعدوان لا يتوقف، ولو كان بأنماط أخرى ليس من بينها الاشتباك اليومي المباشر. لم يعد من السهولة بمكان رؤية هذه الظواهر المسلحة في أماكن عامة كما كان الأمر سابقا. استغرق التنسيق أياما قبل أن نصل إلى هذه المنطقة الزراعية التي انتظرتنا فيها كتيبة من جيش العاصفة، إحدى كتائب شهداء الأقصى. بدأنا بالصواريخ بسيط جدا،
ثم تطور إلى جراد بصنع محلي وليس صنع أصلي. بدأنا بزديروت ثم عسقلان وثم المجدل، وإن شاء الله سندكهم في تل أبيب بإذن الله تعالى. والمقاومة بإذن الله كل يوم في هناك تدريبات عسكرية سرية. بطبيعة الحال انعكس الواقع السياسي الفلسطيني البائس الذي يحكمه الانقسام على عمل هؤلاء المسلحين. صارت السلطة الحاكمة أكثر دعوة لما تراه ترشيدا لاستخدام السلاح بغية محاولة تعرية الموقف الإسرائيلي وإعطاء الفرصة لبعض الجهود السياسية تحديدا على مستوى المصالحة. نحن نطالب قيادة حركة فتح، قيادة حركة حماس بإنجاح ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، وبالتالي إذا ترك هذا الملف ولن يكون المصالحة سيؤثر على المقاومة في غزة بشكل مباشر. هؤلاء أكدوا أيضا على أن الانطلاق في عمليات المقاومة ضد إسرائيل لا يكون سوى من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرين استخدام أراض عربية أخرى لأجل هذا الغرض خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وهذا موقف يحوز على إجماع من قبل كل الأجنحة العسكرية العاملة، وقد تم تصديره بشكل أكبر بعد عملية سيناء الشهر الماضي وما لحقها من سيل اتهامات وجهت إلى غزة. نحن ضد فكرة استخدام أي أرض هي أرض جيران لنا مثل مصر والأردن، ولا نريد بالضرر لهم ولا نريد أن تتوتر العلاقات بيننا وبينهم، لأننا هم إخوان لنا. نوايا الاحتلال المعلنة في تصريحات قادته باستهداف غزة تجعل فترة الهدوء هذه وقتا مناسبا لفصائل المقاومة كي تعزز قوتها وعملياتها التدريبية وقدرات أفرادها على المستوى القتالي. المقاومة لا تخفي ميلها في معظم الأحوال إلى الهدوء لما ترى فيه تجنيبا للناس أي عدوان كبير عليهم. هذا إذن جزء من النشاط العسكري المستمر والدؤوب لفصائل المقاومة في قطاع غزة، نشاط لا تلغيه ولا تحد منه حالة الهدوء الميداني الظاهرية، وهو هدوء هش. تدل على ذلك تهديدات قادة الاحتلال المستمرة وغاراته المباغتة من حين إلى آخر على موقع هنا أو هناك. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. والآن ننتقل إلى النشرة الفنية مع الزميلة دارين شاهين. مساء الخير دارين. مساء النور. طبعا نشرتك اليوم مثل العادة فيها مجموعة أخبار وتحقيقات وفيها بارت 2 من الإيفنت يلي عملته الإعلامية دكتورة مي شدياء بالسكاي بار. واليوم كمان رح نحكي بالبانوراما، في عنا أخبار محلية ورح نروح كمان إلى هوليوود تنشوف كيف الفنانات وستارز هونيك الممثلات أيضا بيقلدوا بعض وبيلبسوا نفس الفستان حتى يشوفوا أنه لا أنا علي أحلى من أنه أنت عليك، يعني كل واحدة بتلبسه على طريقتها وبيزيدوا له الأكسسوريز اللي هن بيعتبروا أنه أحلى عليهم. هلا انت في خبريه عم تضحك عليا، في بيناتهم كيم كارداشيان مثلا؟ لا بلا اكيد بلا كيم كارداشيان ولا جورج، معقول ما قطع لك اياها؟ كل مره يعني لازم تكون كل مره من ورا كيم كارداشيان صرنا نعرف كيف بتحب المراه، انت بتحبها سمراء وشعرها اسود. اها خلينا نتابع التحقيق. إذن الإعلامية ميش دياك غنت حبا بالحياة الوزير السابق زياد بارود، هل سيشارك في الانتخابات؟ نتابع سويا في هذا التحقيق. كما وعدناكم إليكم الجزء الثاني من حفل العشاء الذي أقامته الإعلامية دكتورة مي شدياك في سكاي بار. ميو شيز معنا، صوتك عم بتغني يعني سلفية، أنا بلا ما أسألك حطك معي بالنشرة الفنية على الجديد. ثانك يو كثير كثير. أهلا وسهلا. يعني بنعرف مي إعلامية كبيرة، ومي هلا دكتورة جامعية وعندها مؤسسة، بس
ولا مرة سمعنا أو عرفنا أنه ماي بتغني، فكانت سوربريز حلوة. بدي أتمنى لها التوفيق لماي، وإن شاء الله دايما خطواتها بتكون مكللة بالنجاح. كتير اللي عملته حلو يعني. شو بدي لك، عبالة ماجدة الرومي أثرت فيي، أثرت فيي عن جد، أثرت فيي كتير. شفتها شامخة وعم تعلن موقف، وأنا انتبه أنا ماني مع 14 وأكيد ماني مع 8، بس أنا بتقولوا أنا كمان، بس أكيد أكيد أنا مع مي شوقية، مع كل بطل. شو رأيك باللي عم تعمله مي؟ أنا على طول موجودة حد مي مع مي. ورأيي باللي عم تعمله مي طول عمرها يعني هي مثال لنا، ومش بس طبعا احنا مسيرة طويلة سوا ومتمثل فيها وبشجاعتها شو بدي اقول لك يعني تحدي، يعني عندها روح تحدي مش طبيعية. هي رمز للجرأة وللقوة وللاستمرارية، مشان هيك نحن هون. وين رح تكون بالانتخابات الجديدة؟ وين رح يكون زياد بارود؟ بركي يكون عم راقب. لا ممكن، بس هيك؟ ممكن يكون عم راقب، معود على هالموقع هذا. أكيد حضلك تراقب ولا لا؟ كلهم عم بيطالبوا إنه ترجع تكون موجود. مش أكيد لوقتها، بعد بكير، بعد بكير الحسم، مش بكير إنه نحكي انتخابات، بس بكير واحد يحسم، بعد معنا شوية وقت. قد إيه بعد معنا وقت؟ معنا وقت كفاية. ليلي بتكبر القلب. بكفي انه تكون جامعة هالجامعة بهالوقت اللي عم يمرق فيها لبنان، لنقول انه بعدنا موجودين وبعده الاعلام بهالجامعة. وبعد غياب طويل عن الشاشة، اليكم ماريان خلاط. بالمجال الاعلامي انا اعتزلت الفن. لا كانت مسيرتي كتير حلوة، وقربت على العالم بتطير العقل وخبرة بتشغلني. هلا وين ماريان؟ هلا من بيروت، دارين شاهين، قناة الجديد. حلو الغنية. هذا أنا وياك. أنا وياك دائما. نشوف هلا أنا وياك. لا فعلا كانت سهرة حلوة، وبعدين مي إنسانة رغم كل شيء أصابها صامدة فعلا، وبتحب الحياة. فعلا هذا الشيء ببين يعني بين. رح نتابع هلا أنا وياك جورج البانوراما وأغنية جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان وأوبرا الضيعة. تمثل لبنان خير تمثيل في إيطاليا، ونجمات هوليوود تتسابق فيما بينها، ومنهم كيم كارداشيان. كان حضور لبنان مميزاً في مركز لقاء الحضارات في إيطاليا، وتحديداً في ريميني ميتينغ، وكان قد حضره في الماضي الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني وويلسون مانديلا. وتلبية لدعوة الملتقى لاشتراك لبنان في هذه التظاهرة الحضارية، قررت وزارة السياحة اللبنانية التعاون مع مسرح كاراكلا لافتتاح هذا المؤتمر العالمي بمسرحية أوبرا الضيعة، التي أنتجت مجدداً وخصيصاً باللغة الإيطالية والعربية، معاً حواراً وغناءً أمام جمهور يفوق 5000 مشاهد وحضور جميع وكالات الأنباء العالمية والصحافة الإيطالية والسلك الدبلوماسي. احتفالاً بزيارة البابا بنديكتوس السادس عشر، أقامت بلدية الدكويني مهرجاناً في ساحة الدكويني، حضره رئيس كاريتاس لبنان الأب سيمو فضول، ممثلاً بالمطران كميل زيدان وقائم مقام المتن مارلين حداد وعدد من رؤساء البلديات المجاورة والمخاتير. بعد الصلاة المخصصة لزيارة البابا، أكد رئيس بلدية الدكويني المحامي أنطوان شخطورة أن شعار هذا المهرجان هو عرس المتن بالدكويني مع مجيء البابا إلينا. وقد تم عرض كليب أغنية بعنوان لبنان الرسالة ناطر، أنتجتها بلدية الدكويني،
وتضمن المهرجان تراتيل ولوحات ترفيهية وأغاني تراثية لفرقة شباب حملية وألعاب نارية. بعيداً عن لبنان وتحديداً في هوليوود، نبقى مع النجوم ونترك الصورة تتكلم عن الإطلالات المتشابهة بين نجمات هوليوود. جورج ما حط لك اياها بالإديتينج مع انه هي لابسه كانت فستان ابيض وانا قلت بدي احطها هي مقصوده هيدا الياس بوسابا بدي اليوم بكره عيط عليه اوكي مقصوده لانه انت بتحبها انا بدي ارجع التقي فيك امتين انت رح تكون هالجمعه خلص انت بكره عندك انا بعد عندي بكره كثير على لكن بكره بنتابع اخبار جديده معك اكيد انت الاحد باسبوع في ساعه نعم لا اسبوع المقبل اوكي يلا باي شكرا لك دارين هيدا كل شيء هيدا كان كل شيء ايه باي باي ختام النشره مع لقطات اليوم كان في النشرة الأمن العام يحرر المخطوفة التركية الثاني شكر أمن العام لقاموا بواجب تحريري وأنا الحمد لله بصحة جيدة وكويس الجيش يعتقل ماهر المقداد في عملية دقيقة وخاطفة الإبراهيمي التقى المعلم على وقع المعارك الإسلام يفأر للرسول بالعنف وفي النشرة كراكلا بالطلياني قلب الطابة بالأسود يلي عتم أرض بلادي كان هذا كل شيء حتى الساعة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء